غدا ان شاء الله عندي مع الشركات، بعد غدا مع اصحاب المحطات. الهدف كنت اش كنا نقول للمواطنين، عندي واحد العصا اللي ضربت بها غتهرس، ياك خاصني نتفق معاهم ونشوف شي حاجه اللي تبقى. غدا غادي نبداو الا لقينا شي حل، وكفى الله المؤمن القتال. الا ما لقيناش خاص نمشيو للسقيف. اذا حنا غدا غنشوفوا اشنو هو التوجه، واش ولكن الحكومة على الأقل أنا تندفع على الرأي. تنظن أن الحكومة ما عندناش خيار آخر، إما نتفقوا مع الشركات إما نديروا تسقيف. والتسقيف أنا لا أظن أن الشركات غادي يبغوا التسقيف يبقى سنة، خصنا نتفقوا عليهم على شي حاجة معقولة. وتنظن أنا مطمئن أننا غادي نلقاو حل مع الشركات إن شاء الله، لأن الحوار الحوار أحسن من الحاجة اللي جرى. أنا قلتها 100,000 مرة باش ما يلومنا حتى شي واحد ما دار تسقيف. تنقول خاصني نلقى شي حل المغاربه اللي يبقى ما بعد تسقيف. جثة منافسة وجد من بين الاعمال ديالو هو اعطاء الراي فيما يخص طلب الحكومه. طلبت الحكومه في سؤال ضيق جدا نظرا للزياده في هامش الأرباح الشركات، وأعطينا فيه ما يفيد ذلك. واش يمكن نسقفوا في إطار المادة 4؟ هذا هو السؤال. أعطينا الحجاج وما قالوا بلي المادة 4 ما كتستجبش. هذا نقاش قانوني اللي غادي يناقشوا أصحاب القانون، وكان أمور تحاليل أخرى اللي ما طلبناهاش. واش كاين المنافسة ما كايناش، هذا مجال آخر غاص فيه، دخل فيه مجلس المنافسة بالتحاليل الاقتصادية اللي أنا ما متفقش مع الاستنتاجات الاقتصادية، لأن الاستنتاجات الاقتصادية خاصها تمشي في اتجاه الاستنتاجات القانونية. أنا كان بني التحليل ديالي على واحد الهدف، إذا نطيع عندي الهدف وتندير الأدوات اللي توصلي لهذاك الهدف. راه عارفين كلنا نقراو بين السطور، وكاين أمور اللي أدخلت بقوة في ديك الدراسة أنا تكلمت عليها، هو الرجوع لديك 2015 اللي ما كان فيها حتى فايدة. والتقييم ديال الحكومة خلات السوق يدير ما بغى. وتنتمنى إن شاء الله أن هادشي اللي قلت أنا كافي، أن الأطراف الأخرى اللي كانوا في الحكومة ما يدخلوش يردونا تاني للنقاشات ديال 2015. صافي قلت ما قلت، بركة نزيدوا القدام، لأن إلا دخلوا الأطراف اللي كانوا في الحكومة، ممكن يكون أحزاب، ممكن يكون وزراء، ممكن يكون رئيس حكومة، غاد نبقاو السجناء ديال 2015. هذا الريتروفيزور ما غاديش نزيدوا القدام. إذا تنتأسف أنه دخل الغالب الله ما عندنا ما نديرو، ولكن الأمل ديالي هو نشوفوا ما من بعد فعلا ما العمل. الآن هو ماشي قال لا، قال المادة 4 ما كتطبقش طلب ديالكم، ولكن شنو المشكل؟ هو التحليل الاقتصادي اللي تيقول لا، زعما ما كاين فيه جدوى كاع. حنا ما طلبناش الجدوى الاقتصادية، وفي ذاك التحليل ما جابوا تا إيجابية للتسقيف، كأنه ما عنده تا إيجابية، والو، عنده غير السلبيات. والجانب الاجتماعي قال لك شوفوا شي حاجة أخرى، وخاصكم لا سمير تردوها، ولا سمير في يد القضاء، واش في يد الحكومة؟ ها بغينا نردوها على سمير، شحال خاصها من هنا؟ سنتين، ثلاثة سنوات، واخا نبداو اليوم. واش في انتظار شنو نديرو؟ والو. بعدا غير كنا عاجلا شنو يمكن نديرو؟ هذا مستعجل، لان هذا الشيء غير ظرفي. تسقيف غير ظرفه معينه، اشنو نديرو دروك؟ هكذا. ما فهمتش كيفاش يفهموا المغاربه هذا التحليل الاقتصادي. كون بقى غير في الجانب الاقتصادي القانوني كون غنانا من داك الشيء قاعد النقاشات.
ولكن المصيبة هو داك التحليل الاقتصادي اللي يقول لك لا جدوى. الحكومة ما يمكنش تبقى تتفرج الجانب الاجتماعي كيدار، لأن حنا تقولنا القدرة الشرائية للمواطن، إلا زادت الشركة في الهامش ديالها زادت على حساب المواطن، وقبل ما قدينا ما نديرو كان مجلس المنافسة، ودروك اللي جا مجلس المنافسة قال لك ما كاينش، شنو نديرو؟ ولكن البرلمان قالنا خاص تسقيف. اليوم احنا بغينا نتحركوا، القانون ما تيسمحلكش، واليوم بغينا نتحركوا يلاه، لين نفترض ما تحركناش، اليوم بغينا نتحركوا. انا درت اجتماعات كثيره، راه هبطوا الهامش ديالهم على باقي جوج درهم 13 ملي بدينا، وبدينا تنغوتوا وجا البرلمان عاوننا، راه هبطوا شويه ولكن مازال زايدين شويه، ولكن غدا الا ما قلناش ما كاين تسقيف غادي يزيدوا ثاني في الهامش ديالهم. هادشي اللي بغى المجلس ولا شنو؟ زعما ما انا شخصيا حاير، تيقولوا لنا ما درت الحكومه ما دارت والو، دروك بغينا نديرو ما ديروش. لا هي زياده في اليوم، راه البترول فات 66 دولار، لان هذه 15 يوم كانت تقريبا 60 61، تزاد فيه شويه ولكن شي حاجه قليله، تزاد شي حاجه قليله، ولكن هادشي د فينيزيلا طبيعي، الناس خاصهم يعرفوا ماذا يجري في العالم. هادشي د فينيزيلا دروك فينيزيلا منتج، هادشي د ايران تا هو، وعاود ثاني لو بيبر نقصت شويه الانتاج، ما هذه معطى دوليه. المشكل ديالي نحضي بعدا لداخل، لا هادو ثاني يزيدوا من برا زيد ويزيدوا ثاني في الهامش، ما احنا مع برا برا ما قدينا والو، ولكن ما يمكنش المغاربه يقولوا ما قد دير والو في الهامش. انا برا لا هو اي واحد ما تيتحكم فينا برا، ولكن على الاقل نحضروا عليهم في هذا الشيء ديال الربح ديال الشركات. هو المجلس قال لك لا، الصيغه هو نتفقوا مكتوب، واتفاق مكتوب هالسقف، مثلا ندير مثلا نفترض دروك تنوصلوا اليوم حتى 70 سنتيم لتر، هما والمحطات الشركات والمحطات، اللي نفترض غادي نقول درهم تتفرق بين الشركه وبين المحطه، هاد الدرهم ما يفوتوش، وداك الوقت تنوقعوا على اتفاق ان ما يفوتش هاد الدرهم، وداك الوقت المواطن حتى هو المشترك راه واعي، وما ظنش شي شركه تتفق وغدا ما تطبقش، خص غير نتفقوا. ما لا اظن ان شي شركه تهرب من زعما الناس، معقول ماشي ناس ثاني عاود غير يوقع لا لا، انا الا وقع الا وصلنا شي حاجه راه يقينا انها غتطبق ان شاء الله. المشكل ديال كلمه قريب يحسبون بعيدا وهو قريب، المشكل قلنا غتبدا التجربه السنه المقبله ان شاء الله في الجهه الرباط، باش ديك المنظومه واش مقاده ولا ما مقاده، تنقادو لوطرات ديال ديك المنظومه هي اللي توسع. اذا داك الشيء تنقول للمواطن حنا غادي نبيع محطه محطه، وفين ما وصلنا واحد المحطه ياك السجل ياك ياك هاد المحطه قطعناها، دروك خاص دوز تجربه في الجهه، والاختلالات اللي كاينه في المنظومه المعلوماتيه تقاد وتبدا توسع شويه حسب البرامج. راه برامج 139 برنامج اجتماعي كاين، راه الحماق. وهذا كاين اللي يستافد من هذا ويستافد من يستافد من هذا، وداك المواطن المسير البسيط شحال من واحد ما عندوش الراميد، انا عندي تيبغي يدير عمليه تنقول له واش عندك الراميد، يقول لي والو. راه الناس اللي اكثر فقرا كاع ما عندهم، كثير منهم ما عندهمش الراميد، كثير منهم كاين المراه دروك ربما مطلقه ولا مات لها الزوج ديال ارمله عندها الوليدات ما جات خبار كاع على هادشي. راه هاد البرامج بعد واش تيستافدوا من الناس؟ والبوطه راه قلتها 100,000 مره، واش تيستافدوا فعلا المشكل الفقراء واللي تيستافدوا من هاد البوطه؟ شحال تياكل الفقير بوطه ولا جوجات في الشهر؟ لا ما فيش تراجع. علاش؟ ماشي التراجع، الناس اللي كيستعملوا مثلا البوطه في الماء باش يخرج من البير خاصني ندير له الطاقه الشمسيه، هذاك ماشي مشكل. هذاك اللي مضرو اللي تيستعمل البوطه وجاتو 50 درهم خاص يلقى له حل، جاتو 50 درهم اللي كان دعم ثقيله خاصو حل. اذا الحلول ماشي التراجع، بالعكس تنزيد لقدام. الناس يقولوا تراجعت، لا الدعم تنزيد فيه لقدام، تنمشي للناس اللي يستحقوا هذا الدعم. دروك السكر كتشري انت وكنشري انا وكنشري الفقير بنفس الثمن، وراه مدعم، ايوا جوج دراهم و80 تنديها انا لكل كيلو دروك، معقول؟
ايوا هذوك ما دوك الفلوس يمشيو لواحد اللي تيستحق، ماشي معقول. اذا هذه منظومه تبنات 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 وبدينا تنتخزنوا، والفقراء والغلاد هما اللي تيستافدوا منها. الله يغنيهم، انا ملي تنتكلم على الغلاد ماشي باغي نحمس حاسدهم ولا بان، لا عنده غناه الله، عنده باش يشري وما يجيش يزاحم الفقراء. انا ما غاديش نحيد له داكشي اللي عنده، ولكن ما نعطيش هادشي اللي خاصو يتعطى للفقراء فقط. اذا ملي تنقول غادي نحيدوا غادي ناخذوا منه بالسيف هاد المال اللي كيتاخذوه من الدوله، غادي نردوه للفقراء. هذا قانون، اذا كلمات بالسيف هي بالقانون، ماشي الناس تيبداو يفهموا شي كلام. خاص يأولوا على حساب السياق ديالو، اللي غناه الله يخلي الفقراء واللي ما عندوش يستافدوا. صافي، صندوق المقاصه هاد الفلوس ديال الناس اللي محتاجين نعاونهم. ما تنظنش الفقراء الاغنياء يقولوا شي حاجه، واحد النوع اللي تيعارضوا هكذاك. ومتى الاغنياء راه حتى هو ملي تيشوف امراه جرى اربعه د الوليدات وتطلب في الزنقه واش عجبو الحال؟ شحال من واحد تيدير الخير تيقول لك غير عاوننا، انا نشري البوطافاب، انا نعاونهم نزيدهم. اذا المشكل الاجتماعي، ثقافه المجتمع هي التضامن، ولكن كاين بعد اللي تشويش على هاد تشويش على هاد السياسه، ولكن الثقافه العامه الناس كيتضامنوا. راه الناس باقي راه شويه هاد الايمان باقي، راه الحديث نبوي لا اذا بات مؤمن جائعا فلا مال لاحد، اذا بات مؤمن جائعا فلا مال لاحد. وكيفاش واحد جيعان وانت شبعانه وحدك غادي تسمح لك نفسك؟ بكري راه الانسان تيشري الخضره اللحم تيغطيها تيديرها تحت الجلاب باش ما يشوفهاش، راه تيديروا الشوا في الدار وتيعطيو الماء للجيران. راه هذه الثقافه هي اللي كاينه، الناس خاصهم يتعاونوا. لا، لان كاين واحد الطبقه المتوسطه الدنيا وكاين الطبقه المتوسطه اللي قريبه للغنى. هذاك اللي قريب من الفقر راه غتعاوني حتى هو، واخا سميتو متوسط حساب غير متوسط. هي الناس 53% ديال المغاربه كلهم كيف كيف، راه تلقاي واحد النص مزيان، واحد اللي عنده 20000 درهم واش محتاج لك 50 درهم ديالك؟ والمتوسط راه حتى 6000 درهم 7000 درهم دايره في المتوسط. اذا راه المتوسط واسع، اذا لابد على حساب الميزانيه اللي عندك تشوف فين يمكن توصلي. ممكن كاع ديك المتوسطه الدنيا شحال تيستعمل؟ جوج بوطه ثلاثه ونزيدو 100 درهم الى 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 مضر من 100 درهم. راه هادشي الناس غير غتزاد ب 50، البوطه غتزاد ب 50 درهم. وغادي ندعموا ان شاء الله داك الطاقه الشمسيه بالنسبه للشوفو تسخين الماء، لان تسخين الماء تيستهلكو بزاف. راه دروك الطاقه الشمسيه ممكن نستعملوها في مجالات كثيره، الدوره ممكن دير. احنا هاد الاداره راه غادي نقتصد 50% ديال الطاقه الكهربائيه غير بالبانو سولير. خاص كيفاش المواطنين، وخاصه نديرو قانون في البلاد، اللي بغى ينتج الطاقه الشمسيه فوق الدار ديالو خاصنا نعاونوه. راه كاين حلول كثيره ما باشرناهاش، بالعكس هادشي تنديرو باش نحسنوا الوضعيه ديال المغاربه كلها. كيفاش انا لا هرست الطاقه المتوسطه لا هرست هاد الشريحه؟ راه 53% ديال المغاربه صافي، السوق الداخلي مشى، الاقتصاد الوطني مشى، بالعكس خاصني كندعمهم. البنك الدولي اداها فيك انت، البنك الدولي كان غادي العام اللي فات كون ما زادوا في راس مالهم كانوا غادي يخفونا في الديون ديالنا، وهم ارخص دين. ما تيرضخش، حنا اللي حنا تنقولوا بغينا هنا بغينا هنا. على التعليم دروك 300 مليون دولار اللي جايه للتعليم الاولي، البنك الدولي اللي فرضها عليا، انا اللي قلت باغي نقري ولاد الشعب. دروك ملي تنديروا الطاقه الشمسيه في ميدلت 100 مليون دولار، البنك قولي لي شي قرض شي سلف فرضاتو عليا البنك الدولي، واحد انا دروك غنتسل باش ندير الطاقه الشمسيه للبيار، واحد عطيني واحد. حنا اللي تنحدوش بغينا، البنك الدولي راه ما عندوش فلوس بزاف، راه حنا طالبين مليار و300 مليون دولار، واش غادي نوصلوا؟ واش غادي نلقاوها ولا لا؟ لان الا ما تسلفت عند البنك الدولي بالسيف عليك تسلفي بعدا، يلا الا ما تسلفتي متى غتسلفي من الابناك؟ واحد هو الا غلا كاع غلا يوصل لك 1.75، وسيري تسلفي من السوق الداخلي شحال. الناس هاي تيتكلموا مشى هذاك الوقت ديال التقويم الهيكلي
لان التقويم الهيكلي حنا اللي درناه في 83 ما بقاش عندنا حتى حاجه. هما تيقول لك الا سلفتك باش غترد ليا، الا بغيتي ترد ليا الفلوس دير هذه دير هذه. لا المغرب كان ضعيف، اما اليوم فين ما المغرب بغى يتسلف كاين اللي يسلفوا، ما عندناش مشكل ديال السلف. المغرب ما بقاش عنده المشكل ديال داك الشيء ديال التقويم الهيكلي، باقيين الناس بحال دوك اللي باقي يحسب بالبسيطه بالريال بالسنتيم. دخل العقل داك الشيء وراه ولينا تنحسبوا بالدرهم، راه ما بقاش بسيطه. ما قال الريال ما البنك الدولي دخل في العقل في مخ بنادم، باقي ما بقاش داك البنك الدولي، راه كاين البنك الاوروبي، كاين البنك ديال الصين، كاين انت كتختاري شكون اللي رخيص شكون اللي مزيان. راه كنا ملي كان تقريب الطلبة تا حنا كنا تنتقدوا البنك الدولي في الستينات والسبعينات، واني ماشي هو ما بقاش يخدم في داكشي. 83 ماشي الغلطة ديال البنك الدولي، الغلطة ديال المغرب، تدبير ديال المغرب، التقويم الهيكلي ماشي فرضاتو عليك. علاش؟ لأن بغينا نتسلفوا وحنا ما تنسدوش الديون. علاه انت واحد معمر بالديون غتسلفيه؟ إوا راه كيك ما بغيتيش تسلفيه البنك الدولي، تا هو انت معمر الديون بغيتي نسلفك. لا دير انت اللي ضعيف تيشرط عليك صافي، هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.